الفقرة التالية مشاهدينا من برنامج اليوم سنتحدث فيها عن آخر صيحات الموضة مع ضيفتي في الاستوديو مصممة الأزياء سوزان السعدي عضوة مجلس دبي للتصميم والأزياء لتخبرنا عن أبرز ما جاء في الموسم الماضي فيما يتعلق بفساتين الأعراس والطرحة في عام 2018. إذن معنا في الاستوديو مشاهدينا مصممة الأزياء سوزان السعدي عضوة مجلس دبي للتصميم والأزياء. سوزان يسعد صباحك. يا أهلا يا صباح الورد. أهلا بيج. إذن أبرز الصيحات بفساتين الأعراس لهذا الموسم، أو هو بالحقيقة موسم 2017؟ نو هو 2018، بس هي دائما الترندز هاي بتطلع بنهاية 2017. يعني بيعلن عنها قبل بوقت عشان العروس تحضر حالها. يلا، فأول شيء بدنا نقولهم مبروك لكل العرايس اللي إن شاء الله خطبتهم أو زواجهم في هاي السنة. نعم. والله يتمم لهم على خير إن شاء الله. إذا بدنا نفوت بالحديث على طول، أهم صيحات أو القصات لعام 2018 تميزت ببساطتها. نعم. هاي السنة إذا بدنا نعنونها ممكن نقول هي السهل الممتنع. كل شيء عم بيجي ببسيط ولكن في دقة عالية وتركيز كتير مهم بالتفاصيل. مثل ماذا التفاصيل؟ يعني دانتيل، يعني ستراس، خياطة، تمام. يعني احد فساتين الزفاف اللي انعملت مؤخرا في دار رافن روسو عليها 300,000 حبه كريستال. هو لو شفتي كريستال شوارفسكي فانت عم تحكي عن فوق 800 ساعه من الخياطه. فهذا الشيء اللي بقول لك انه بيركزوا بالتفاصيل. اذا عم نحكي عن القصات ممكن نحكي اكثر قصه دارجه هي قصه الكاب. أوكي. او البرنسس كيب بيسموه. هي درجه من 2016 وراجعه وبقوه شديده على فساتين الاعراس. هاي الصيحه كثير مناسبه عم بلاقيها انا، خصوصا للمحجبات، لانه عمالها تيجي زي كاب عم بيغطي الايدين، عم بيكون فيه نعومه وبنفس الوقت مظهر ملكي. طيب، فمن اشهر الدار اللي عملوا هاي التصاميم فينا نقول اللي صعب زهير مراد شيء اكيد، مونيك لوليه، نعيم خان، وغيرهم كثير استعملوا هاي القصه. فما بعرف اذا فينا نشوف صور منها، ولكن هي عندنا صور زملائنا بالجاليري. لدينا صور لو لا؟ طيب، راح يحضروا لنا صور. حيحضروا لنا اياها. بالنسبه للاكسسوارات المرافقه لبدله العرس سوزان، التاج ما يزال على الموضه مثل ما نقول، او الموضه مثل ما يقولون. تمام. هلا هو موجود على الموضه. طيب. شيء طبيعي، يعني هذا بيقولوا له الكلاسيكي، هذا الشيء اللي مهما طورنا بالزمن رح يكون موجود. ولكن صار في عليه تويست بسيطة، يعني بدل ما يكون تاج مثلا المجوهرات هلأ. نعم. عم بيصير تاج من الورود. احنا شفنا هذا الاشي بعرض نعيم خان فور اكزامبل. نعم. ومو بس الورود هلأ صارت كهيد بيس، هلأ صاروا يستعملوا الريش، اشي كتير افانجارد ومختلف. يعني يكون فستان جدا سيمبل وجدا ناعم، مثل عرض فييرا وانغ فور اكزامبل، هي عملت الهيد بيس كلها من الريش الطويل العريض. حلو يطلع؟ لو واحد يطلع ممكن، لو العروس كانت بشخصية عرفتي متمردة أو شخصية هاي اللي بتحب التجديد ممكن أنه يعجبها شيء مثل هيك. حتى مثلا نعيم خان مع استعماله لا تاج الورد استعمل حلق من اللي بسموه الفرنج، هذا الحلق الكبير. نعم. فيعني هاي السنة الحلق الكبير، ولا بدك تحكين سوري سوزان، هذا مثلا هذا شيء من الحلق الكبير. وهذا إذا بتلاحظي هاي الصورة بتوضح لنا واحدة من أهم الترندز اللي جاي للمكياج. طيب، المكياج اللي هو سيطر على هاي السنه، ذا نو ميك اب ميك اب، او بسموه المكياج اللي كانك مو حاطه مكياج. ركزوا كثير على الاضاءه وركزوا كثير على المظهر النضر، يعني الفريش. يعني صراحه انا ما بعرف هذا اذا ممكن يدرج عندنا في بلادنا العربيه. ما أعتقد. احنا بالضبط احنا دائما بدول الخليج بالضبط، لانه النساء هنا يحبون شويه الميك اب. بالضبط، ودائما العروس يطلع عليها انه هي لازم في مكياج هيفي انه. نعم. يناسب التصوير ويناسب التوقعات. طيب، ممكن انا برايي انه ينجمع ما بين هاي الترند وما بين التوقعات اللي احنا عندنا اياها عن مكياج العروس ويطلع شيء بسيط، يعني يمكن بين الاثنين يناسب المراه العربيه ويناسب الستايل ايضا. طيب، تماماً. هذه الصوره سوزان هذه حاطه ورد بشعرها. تماما، هذا ايضا على الموضه هسه خلينا نقول. تمام، هذا زي ما قلت لك رجعت موضه الهيد بيس تكون من الورد. فهذا واحد من العروض. وهون تلاحظي مره ثانيه النو ميك اب ميك اب اللي هو مكياج بس بدون مكياج. حتى الشعر هذا جدا بسيط، جدا جدا. هي عنوان السنه السهل الممتنع. يعني التفاصيل هون كمان، هذه اللي على الركبه، هاي كمان هي موضوع الورد وموضوع من الديران كمان اللي عملت موضوع
التاج الورد اي ثينك هم ليلي روز اسمهم، واحد من اشهر الدور لتصميم فساتين الاعراس. طيب. فهم استغلوا هاي الشغله. وممكن الاستعاضه عندنا بريش مثل ما قلتي، يعني مثلا بهاي المنطقه على الراس. تمام، او البروشورات، البروشات اللي بتكون مثلا على شكل ورد. طيب. فمو بس هيك، حتى التيجان اجت يعني اذا بنلاحظ لو ما اعتمدوا على المجوهرات اجت باشكال مختلفه، مثل الستارز النجوم هلا رجعت. عرض بيرتا برايدل كان كلياته عباره عن تيجان من النجوم، يمكن هذا اكثر شيء كان محبب على قلبي في العروض اللي طلعت. ايضا رتي تحدثينا سوزان عن خطيبه الامير هاري، عرسها الشهر المقبل صح؟ عرسها بشهر 5. طيب حدثينا هي ايش حضرت؟ هلا هي يمكن هذا اكثر عرس الناس عماله تنتظر انه شو راح ينعمل فيه. نعم. خلال التحضيرات لهذا العرس قلعه وينسور اللي في بريطانيا اللي هلا عمال يحضروا لها، اللي هي راح تحتضن فيك تقولي العرس. نعم. هلا عم يجري عليها تغييرات وترميمات بقيمه 27 مليون يورو. نعم. عشان يحضروا العرس. نعم. فهو بشهر 5 من التوقعات انه مين راح تلبس ميغان ميركل، من مين؟ ممكن في كثير عم بيقولوا ممكن تلبس من عند رالفن روسو، هي دار بريطانية لبست من عندهم زي ما شايفين بالصورة على فترة إعلان خطوبتها على الأمير هاري. نعم. فهذا الدار لأنه بريطانيين أصلاً ولأنه هي معروفة بحبها لهذا الدار، عم بيقولوا قد تكون اللي رح تصمم فستان عرسها. وبنفس الوقت أحد أصدقاء ميغان ميركل هو المصمم الكندي التركي. نعم. إردم أي ثينك اسمه، عم بيقولوا قد يكون هو المصمم تبع فستان عرسها، لأنها حضرت مؤخرا مجموعة من الحفلات الملكية بتصاميم من عنده. فهاي بتقولك مؤشرات على مين رح تختار. أنا شخصيا بتوقع هتروح مع المصمم التركي. أها. طيب بهاي الحالة رح يكون فستان أكيد جدا مكلف، غالي ماديا يعني. تمام، هم بيقولوا انه ميغان بتحب كثير الاشكال الهندسيه. فقد يكون فستان سبل ولكن مليان تفاصيل هندسيه. لو عم بيقولوا من الاسماء اللي انذكرت كمان ممكن تختار شيء مثل الكسندر ماكوين اللي هو صمم فستان عرس كيت ميدلتون. فهي لو حبت تكون يعني تقليديه او تختار شيء عمل من قبل ممكن الكسندر ماكوين، ولو حبت ترجع لجذورها الامريكيه ممكن هي تروح مع دار اوسكار دولارنتا اللي هو الدار اللي نعرف بتصميمه للسيدات الاولى في امريكا، واللي بتصدم عندهم امل كلوني في فستان عرسها. انيويز طيب ايش قد بعد عندنا وقت؟ فقط نص دقيقة. طيب احنا ريدنا نتحدث عن فساتين المحجبات. سوزان انت مخطوبة ومقبلة على الزواج وان شاء الله حياة سعيدة والف مبروك مقدمة. شكرا. للمحجبات شنو هسه الموضة فساتين العرس؟ هلا كثير درجة موضة بسموها الأكمام اللي ممكن تنفصل عن الفستان. طيب. هاي الموضة شفناها بريم عكرة، شفناها على شكل دانتيل، وشفناها على شكل الأكمام الجرسية. هاي مناسبة جدا لعروس حابة تعمل حفلة بنات. نعم. وبعدين تقلب حفلة مختلطة. فأنت بيكون عملي عندك عملي جدا بالضبط. فستان ممكن يطلع طريقتين مختلفتين بس جدا جدا مريح للحركة. نعم. فهذا الشيء كان كثير نقطة إيجابية للمحجبات. نعم. وبنفس الوقت هلا لاحظنا ظهور أنه أو عودة للفة الكاملة للحجاب يوم العرس. كان اعتمدنا فترة بسيطة على التوربن والهيد بيسز اللي بتكون تقريبا زي التوربن زي الطاقية. طيب. هلا عم نشوف معظم البلوجرز والإعلاميات المحجبات اللي تزوجوا عم برجعوا يستعملوا لفة الحجاب الكاملة. فهذا شيء اكسايتنج يعني، وحلو نشوف كيف رح يتطبق إن شاء الله. إن شاء الله، وشكرا جزيلا لحضورك معنا، وأيضا نتمنى التوفيق وحياة سعيدة لكل المقبلات على الزواج ومنهم حضرتك. شكرا جزيلا من مصممة الأزياء سوزان السعدي عضوة مجلس دبي للتصميم والأزياء.